جهاز لتحويل الطاقة الكهربية إلى طاقة حركية. تحويل الطاقة الكهربية إلى طاقة حركية يتركب من ملف ينتهي بنصفي أسطوانة يلامس نصفي الأسطوانة فرشاة تتصل ببطارية تيار مستمر. فعند ملامسة الفرشاة نصفي الأسطوانة يمر تيار وينشأ عزم ازدواج ينشأ في السلك قوة تعاكس القوة في السلك المقابل لها في المقدار وتعاكسها في اتجاه فيحدث عزم ازدواج ودوران وتتحول الطاقة من طاقة كهربية إلى طاقة حركية. إذن المحرك الكهربي عبارة عن ملف بين قطبي مغناطيس ينتهي بحلقتين معدنيتين نصفي اسطوانة يلامس نصفي الاسطوانة فرشاة تتصل ببطارية أو مصدر للتيار الكهربي فيبدأ الدوران وتحويل الطاقة الكهربية إلى طاقة حركية، وعند عكس الاتجاه التيار يعكس اتجاه دوران الملف. السبب لتقطيع خطوط المجال وتتحول إلى طاقة حركية. عند المقارنة بين الدينامو والمحرك فنلاحظ أن الدينامو بيحول الطاقة الحركية الكهربية المحطور هو المحرك بيحول الطاقة الكهربية إلى طاقة ميكانيكية، أما المولد من طاقة ميكانيكية إلى طاقة كهربية. وفكرة عمل المحرك عزم الازدواج، ويمكن تحويل المحرك إلى دينامو، وذلك بدل من مصدر التيار نعمل طاقة ميكانيكية فتتحول من طاقة ميكانيكية إلى طاقة كهربية في إضاءة المصباح الكهربي. المحرك الكهربي قلنا جهاز لتحويل الطاقة لتحويل الطاقة الكهربية إلى طاقة ميكانيكية أو حركية. تحويل الطاقة الكهربية إلى طاقة حركية أو ميكانيكية. فكرة العمل طبعا عزم الازدواج، عزم الازدواج، عزم الازدواج. ازاي بيحصل عزم الازدواج؟ احنا قلنا هو عبارة عن مغناطيس قطب شمالي وقطب جنوبي. المحرك عبارة عن قطب شمالي وقطب جنوبي. طبعا خطوط المجال وهمية بتخرج من الشمالي تتجه لمين؟ للجنوبي. وهنا الملف لو فرضنا ان الملف مستطيل بالشكل ده فاتجاه التيار لو فرضنا في اتجاه A B C D فيحدث عزم ازدواج. عزم ازدواج بسبب وجود قوتين متساويتين في المقدار ومتعاكستين في الاتجاه، وبتطبيق قاعدة فليمنج لليد اليسرى لتحديد اتجاه القوة. لو فرضنا ان السبابة في اتجاه المجال وبهذا الشكل والأصابع في اتجاه التيار فإن الإبهام يشير إلى اتجاه القوة، يعني القوة هنا الأعلى والقوة هنا لأسفل، فتصبح قوتين متساويتان في المقدار ومتعاكستان في اتجاه ويساب عنهما عزم ازدواج. يوصل الطرفين بنصفي اسطوانة مشقوقة بالشكل ده
ويلامس كل نصفي اسطوانة فرشاة من الجرافيت أو الكربون. ونوصل هنا بالتيار الكهربي بالشكل ده كده. إذن تحويل الطاقة الكهربية إلى طاقة حركية. طيب لما نيجي نشوف هنا بالنسبة عزم الازدواج هيبقى أكبر ما يمكن عندما يكون مستوى الملف موازي. في الوضع ده بيكون مستوى الملف موازي لخطوط المجال فيكون عزم الازدواج أكبر ما يمكن. تعال نشوف بقى كده، لو فرضنا إن بدأ الملف في الدوران، عندما يبدأ الملف في الدوران تبدأ طبعا عندما كان موازي كانت زاوية 90، وعندما يبدأ في الدوران تقل الزاوية بين مستوى الملف والعمودي. إذن أكبر عزم ازدواج عندما يكون مستوى الملف موازي وتكون الزاوية 90. وعند الدوران تبدأ تقل الزاوية بين مستوى الملف، تبدأ أن تقل الزاوية بين مستوى الملف والعمودي، إذن يقل عزم الازدواج حتى يصبح مستوى الملف عمودي، حتى يصبح مستوى الملف عمودي عموديا على خطوط المجال، عموديا على خطوط المجال. وفي الحالة ديت تكون الزاوية بصفر. احنا عارفين ان ساين صفر بصفر، فينعدم عزم الازدواج. اذا عندما يكون مستوى الملف عمودي ينعدم عزم الازدواج. طيب هنسأل نفسنا سؤال، طب انعدم عزم الازدواج اذا يجب الملف يتوقف على الدوران، ولكن ما سبب استمراره؟ إذن ما سبب استمرار الملف؟ إن سبب استمرار الملف بعد انعدام عزم الزواج هو ظاهرة القصور الذاتي، ظاهرة القصور الذاتي اللي هو استمراره القصور الذاتي اللي هو بنسميه استمرار الملف في الدوران بالشكل ده. مع القصور الذاتي تبدأ أيضا تزيد الزاوية ما بين مين ومين؟ بين مستوى الملف والعمودي. تزداد الزاوية. طب مع زيادة الزاوية إذن يزيد عزم الازدواج حتى يصبح مستوى الملف موازي فتكون عزم الازدواج أكبر ما يمكن، وهكذا وتستمر هذه العملية. طب كيف نزيد من كفاءة المحول؟ كفاءة المحرك. واحد، رقم واحد ان احنا نستخدم عدد كبير من اللفات. واثنين، نجعل الزاوية بين هذه المستويات صغيرة، والزاوية بين مستوياتها صغيرة. ليه؟ لنجعل عزم الازدواج في كل لحظة أكبر ممكن، حيث كل مستوى ملف يكون موازي لخطوط المجال. إذا لما نيجي نقارن بين المحرك والمولد هنلاقي الاثنين عكس بعض. تعال نشوف كده المقارنة سريعا كده، إن المحرك بيحول الطاقة الكهربية الحركية، بينما لو خدناها في شكل مقارنة بين المولد والمحرك، المولد بيحول من طاقة حركية إلى طاقة كهربية.
المحرك العكس، تحويل الطاقة الكهربية، تحويل الطاقة الكهربية إلى حركية. فكرة العمل، فكرة العمل هنا هنسميها الحث الكهرومغناطيسي، اللي هي ظاهرة تولد قوة دفعة عند حدوث تيار في الفيض. هنا عزم ايه؟ الازدواج. تعال نشوف أهمية نصفي الاسطوانة، أهمية نصفي الاسطوانة في المحرك، إنها بتعمل عاكس للتيار. يعني ايه عاكس للتيار؟ تجعل الدوران في اتجاه واحد، يبقى اللي جعل الدوران في اتجاه واحد، في اتجاه واحد. اما نصفي الاسطوانة في المولد ده تقويم التيار، نصفي الاسطوانة في المولد تقويم التيار. طيب هناك بنستخدم عدد كبير في الدينامو، عدد كبير من اللفات لكي يكون التيار ثابت الشدة، لكن هنا نستخدم عدد كبير من اللفات لزيادة كفاءة المحرك. يبقى لما نيجي نقول هنا قارن بين المولد والمحول من حيث ليه استخدمنا هنا عدد لفات، ما دور نصفي الاسطوانة، هنقول لو بفرق بين المولد، الفرق بين المولد والمحرك من حيث ليه استخدمنا هنا نصفي اسطوانة، هنا نصفي اسطوانة هنا للتقويم، تقويم التيار، جعل التيار محد اتجاه. اما هنا نصفي الاسطوانة ده علشان يجعل الدوران في اتجاه واحد، يجعل دوران الملف في اتجاه واحد، دوران الملف في اتجاه واحد، يعني عاكس للتيار. اما دور عدد كبير من اللفات، ليه بنستخدم عدد كبير من اللفات؟ هنيجي نبص في الدينامو استخدمنا عدد كبير من اللفات، هنقول لتثبيت لجعل يكون التيار ثابت الشدة، لجعل التيار ثابت الشدة. بينما في حالة المحرك عدد كبير من اللفات وبينهما زاوية صغيرة لزيادة كفاءة المحول، لزيادة كفاءة المحول، المحرك، كفاءة المحرك. ممكن سؤال عكس، كيف نزيد من كفاءة المحرك؟ نحن نستخدم عدد كبير من اللفات بينهما زوايا صغيرة، أو العكس بالشكل ده.